ومعنا هاتفيا من عمان دكتور هلال دليمي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور هلال. نبدأ من تصريح بول بريمر الحاكم الأمريكي السابق سيء الصيت في العراق، عندما قال نوري المالكي استغل الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق لترويج الطائفية في البلاد. كيف تقرؤون تصريحات بريمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يسلط الضوء على هذا الموضوع المهم؟ أنا أقول صدق بريمر وهو الكاذب. قضية الاستغلال المالكي للانسحاب الأمريكي، طبعا هذه تجديف في الحقيقة، لأن الأمريكان هم الذين أسسوا لهذه العملية السياسية على هذا الأساس الطائفي، وهم الذين دعوا المالكي، بل هم الذين ساندوه في حربه المعلنه ضد مكونات الشعب العراقي كافه، وهذا لا يخفى على الجميع. بول بريمر الذي عرف بكذبه وتحايله على الالفاظ حتى في لقائه الاخير، قضيه انه المالكي هو الذي عمل الطائفيه، وهو الذي اين كانت السفاره الامريكيه التي قوامها 15,000 شخص في بغداد؟ من الذي كان يدفع المال في هذا؟ من كان يحكمه نفسيا وسياسيا؟ من الذي سلح الميليشيات لتأسيس المالكي؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية؟ من الذي كان يدافع عن المنظومة الطائفية في العراق؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية؟ فالأمريكان هم غزوا العراق بكذب، ويشتهرون بالكذب ويتبجحون بهذه الجريمة المرتبة. نعم، المالكي استغل كل شيء لصالح المشروع الطائفي الذي هو كان أداة من أدوات التنفيذ لتدمير العراق، وبعلم الولايات المتحدة الأمريكية، بل ورعايتها ورعاية المسؤولين الأمريكان، اعتمادا من الرئيس الأمريكي إلى أصغر شخص في العراق الذين خدموا في السفارة الأمريكية، كانوا هم الذين يدعمون هذا الاتجاه، لأن تدمير العراق هو الهدف الأساسي الذي أتى به المحتل، وهذا هدف أعلنوه هم بأكثر من مناسبة. كيف تصف توقيت هذه التصريحات مع قرب الانتخابات وتأثيرها في الداخل العراقي؟ أنا أعتقد أن الشعب العراقي يعي تماما الدور الامريكي في العراق، ويعي أن هذه التصريحات تاتي لتخدم بها على حساب جهه من العملاء، ولا اعتقد ان العراقيين يقبلون دور المالكي لكي ينبههم بول بريمر الحاكم السيء الصيت في العراق، ولكن هذه التصريحات تاتي من ضمن رده الفعل الجماهيريه في كل العالم على منظومه الفساد التي اسستها الولايات المتحده الامريكيه في العراق، والان الامريكان لا يهمهم المالكي ولا يهمهم حزب يحكم العراق، يهمهم انه لا ينتقدون كثيرا، والانتقادات كثيره لهم بشيء من الاشخاص الذين دعموهم، الشخوص الذين دعموهم واتوا بهم من مزابل العالم ليحكموا بلد في العراق، ويحولوه الى ضيعه للفساد والقتل والارهاب والارهاب المقدس والتدمير والنزوح والسرقه المعلنه وغير المعلنه. هذا الامر الذي يزعجهم هو حقيقه اصبح تتعالى اصوات العالم للمطالبه للامريكان بعدم الكف عن مسانده هذه العمليه السياسيه وايقاف النزيف في العراق الذي اصبح حقيقه ارقاما بلغ ارقاما خياليه، يعني ليس بالمليون اللي ذكره بولتون، انما الامر يتعدى اكثر من مليونين ونصف، والامور تزيد سوءا بحد الان. نعم، شكرا جزيلا لك السيد دكتور هلال الدليمي الكاتب والمحلل السياسي من عمان.